كده صباح الحلا عمروش ربي يكتبه ان شاء الله كريم اسمنا إذا متابعينا جولتنا خلصت اليوم هنا بسوق الأربعاء لولاية البليدة، درنا لكم تغطية خاصة لأسعار المواشي وكباش العيد لعام 2023. ما تنسوش تبارطاجيو للفيديو على 58 ولاية، واللي يعرف الأسواق والموعد نتاعها يكتب لنا في التعليق. نتلاقاو إن شاء الله في حلقة جديدة وولاية جديدة. سلام. إذا متابعينا عرض آخر للبيع اليوم الخرفناه، دخلوا سوق الأربعاء لولاية البليدة الخاص بالمواشي، راه بدا ينشط بدا يتحرك، الناس راهي بدات تخدم على روحها، العيد راهو قرب. عندنا هاد الخرفان هادو مازال ما بدلوش، هادو جاونا من ولاية وش من المكان هادو؟ أخي المكان هادو مين جاونا؟ الجلفة، هاد السلعة جلفاوية، الله يبارك. اليوم الجلفة، سلعة الجلفة اليوم راهي متوفرة وبكثرة. سعر البيع هنا راه يقول 68، هو مازال ما ساوموش. سقسيته شحال راك حاب تبيع؟ قال لي راني حاب نبيع 68. إذا متابعينا عرض آخر للبيع هنا، راه مساومين 7 ملايين في الرادي، وهاد السلعة جاتنا من ولاية. هاد السلعة واش من المنطقة؟ سيدي عيسى، دنيا تيفي، قناة المواشي. هاد السلعة جاتنا من منطقة سيدي عيسى، نذكر المتابعين التوعي اللي راهم في سيدي عيسى انه رانا جايين الى سوق سيدي عيسى ان شاء الله في اقرب الاجال. البيع شحال راه يقول هنا بالتقريب؟ مازال قال لكم المكتوب مازال. هذه كباش سيدي عيسى بالجمله. اذا متابعينا عرض اخر للبيع هادو اللي راكم تشوفوا فيهم في الصوره، خرفان هادو مازال ما بدلوش، كاين ناس بزاف تحب هذا النوع من الخرفان. والسيد هنا راه مساومينو شحال؟ 67 جملة و 69 في الراد. 67 جملة و 69 في الراد. وهاد الخرفان جاونا من ولاية المكان؟ من ولاية الجلفة. من ولاية الجلفة. اليوم السلعة تاع الجلفة راهي دايرة حالة بسوق الأربعاء لولاية البليدة، الله يبارك. خويا أنت منين جيتنا المكان؟ أنا من المدية. من المدية، الله يبارك، ما شاء الله. إذا متابعينا رانا مع عبد الحكيم، جانا من ولاية المدية، تحياتنا للناس المدية. الله يبارك. خويا العزيز، كيفاش راك تشوف اليوم السوق؟ كيفاش راه؟ ثقيل، هاو ثقيل. هكذا؟ هاو ثقيل بزاف. ما كاش البيع. ما كاش البيع، السومة تاع رمضان، السومة تاع دوكا ماشي كيف. ناقص حتى مليون، حتى المليون ونص، زوج ملايين. والبيع ثقيل، التحركات ثقيلة شوية، الناس كامل بهم العلف برا بهم. قل لي اليوم شكون اللي راه يدور في السوق بزاف؟ العياد ولا التاجر، الناس اللي راهي حابه تعاود البيع؟ راهي تدور شويه ميلونج الحاله، ماشي التجار هما اللي يدوروا بزاف. العياد مازال ما دخلش، العياد راه يشوف السومه باك، يسخسي السومه. بصح مازال ماهوش يشري. وشنو توقعاتك للاسعار خلال الايام القليله القادمه؟ كيفاش حتكون؟ ممكن يكون في انخفاض. ممكن يكون في انخفاض في السلعه على حسب العلف، لاخاطش الناس كامل راهم يبيعوا خايفين من العلف، من الجفاف. اكبر حاجه وهي الجفاف. قل لي، حبيت نسقسيك كيفاش الجفاف يهدد الاسعار؟ فهذه فاهمني فيها. يطلع العلف بزاف والناس خايفين من الماء والعلف. البوطه تسوى 150 الف، قنطار تاع شعير يسوى 600 الف.
ما كاينش تدعيم. كاش تدعم ما كاش اللي يقول لك دعم فلاح ما كاش تدعم. معليش انت عندك كارطه فلاح، عندك بطاقه؟ عندي بطاقه فلاح كيلو شعير ما ديتوش. معليش اسكو انت اتخذت كاع الاجراءات القانونيه؟ كاع الاجراءات القانونيه ما عطاوناش والو، يقول لك روح كيما شغل كيما طلابين. معليش ان شاء الله ربي يفرج عليك ان شاء الله هكذا. وشكرا على المشاركه، يعطيك الصحه. اذا متابعينا كما راكم تشوفوا الان وعلى المباشر رانا بسوق الاربعاء لولايه البليده. الحلقه اللي فاتت كنا بسوق البرين لولايه الجلفه. سوق الاربعاء راه بدا يتحرك، بدا ينشط، التجار بداو يشريو في كباش العيد باش يخدموا على روحهم. والقناه راهي تتنقل لولايه الوطن لنقل كل المعلومات. شكرا على المشاركة. الله يسلمك. صح. إذا متابعينا عرض آخر للبيع. هنا عندنا كاين اللي راه خروف وكاين اللي بدل كسر السن تاعو. وهاد الخرفان جاونا من ولاية، واش من ولاية جاونا هادو؟ عين دفلة. هاد السلعة تاع عين الدفلة، تحياتنا الناس عين الدفلة من الكبير إلى الصغير. سعر البيع هنا يا راه اللي راه محدو البائع راه يقول 6 ملايين. بصح اسمح لي. كي قال 6 ملايين. 67 في الرشيد، 69 هذاك 67 جبنا 69. إذا متابعينا عرض آخر للبيع. هادو اللي راكم تشوفوا فيهم خرفان الله يبارك، والسعر هنا راه مساومين 48، 4 ملايين و800. وهاد الخرفان جاونا من ولايه، هاد الخرفان تاع حاسي بحبح الجلفه، خرفان وكباش الجلفه. اليوم راهم دايرين حاله بسوق الاربعاء لولايه البليده. نذكر المتابعين انه سعر اليورو والدولار راهي يدير تقريبا 2 ملايين و200 سواء اليورو ولا الدولار. ونوجه تحيه ايضا للجاليه الجزائريه للخارج اللي راهي تتابع فينا في كل صغيره وكبيره. اخي شكرا على المشاركه. بارك الله فيك. ورطه اللفت هذا ماكله خلي زورك عليها. اذا متابعينا عرض اخر للبيع. هذا الكبش اللي راكم تشوفوا فيه سداس الله يبارك. نورمال مو هذا، هذا وين تباع؟ تباع مازال ما تباعش. شحال مسومين هنا؟ هم يتشاوروا عليه. شحال سوموا؟ 10 ملايين البيع 10 ملايين. قال لكم راه قاطع فيه. سعر البيع، سعر البيع تاعو هو 10 ملايين. اسمح لي. إذا متابعينا عرض آخر للبيع. هاد الخرفان اللي راكم تشوفوا فيهم هادو ماشي مبدلين، هادو هذا وين تباعوا؟ أخي اسكو تقدر تقول لي شحال تباعوا؟ كيما تحب راك حر، ما تقدرش. معليش ما حبش يقول لي السعر. راه حر باسكو حنا نحترموا الآراء. أخي واش من السلعة هذه؟ واش من الولاية المنطقة؟ ولاد جلال. سلعة ولاد جلال. بيض بيض. إذا متابعينا تلاقينا مع عمي طاهر هوليك، عنده هاد النعجة هذه يا رباع، هذه تاع اللحم. وعمي الطاهر راه مساومين وشحال؟
44 44 قالك 44 سوموني 4 ملايين و400 شحال تقول للبيع؟ نعم سعر البيع شحال؟ قلت لك سعر البيع شحال؟ واحد 5 هكذاك. قال لكم راني طالب 5 ملايين في هذه النعجه. سويت 44000 ملي. باش دافع الحم. حم. عمي طاهر شكرا على المشاركه. إذا متابعينا عرض آخر للبيع، عرض آخر للبيع. هنا عندنا هذه النعجات كل وحدة راهي مع وليدها، والسيد هنا راه مسومين وشحال؟ 98 ونص في النعجة. قال لكم سوموني 98 في الرادي. السن تاعهم شحال هادو؟ جملة ماشي في الرادي، سداس. الله يبارك. قال لكم هادوما السن تاعهم سداس. هو الصغرى وغالي يقول لك طاح طاح ما كاش ملاكم. قل لي اخي الكريم سعر البيع اللي راك محدو هنا شحال بالتقريب؟ ما على بالكش. قال لكم ما على باليش، ما رانيش محدد سعر البيع. هذا النعجة شابين الله يبارك، جايين وافيين، مملطي تاعهم كبيرة خشينة الله يبارك. قل لي أخي الكريم هذه النعجة وش من المنطقة؟ النعجة هذه المنطقة؟ النعجة البيرين هذه جاية من البيرين. ها؟ البيرين هذا مال البيرين هذا. راهم يقولوا أنه هذه النعجة تاع البيرين، شوفوا نعجة الجلفة كيفاش جاية الله يبارك. عمي الحاج معليش دنا شوية نصور برك معليش. اسمح لي وليدي. إذا متابعينا عرض آخر للبيع، هذه الخرفان اللي راكم تشوفوا فيهم تاع تربية، والسيد هنايا راه مسومينو 22، اسمح لي، السيد هنايا راه مسومينو 22، 2 ملايين و200. قل لي راه مخلطين هنا. راه مخلطين. هنا راه مخلطين، كاين الإناث وكاين الذكور. اسمح لي اسيدي قول لي راني معقب الخروف صغير هذا كلحني وليد هذا صباح عمروش ان شاء الله دقيقه فيهم إذا متابعينا عرض آخر للبيع، هذا التاجر والموال جانا من ولاية المدية. السن هنايا تاع السلعة هنايا راهي دور بين الربعان والستان، جانا من ولاية المدية. تحيات للناس المدية، والسيد راه مسومينو شحال؟ راه مسومينو 93، 9 ملايين و300. والبيع شحال يقول هنا البيع؟ 10.5. البيع قال لكم 10 ملايين و500. شوفوا كيفاش 10 ملايين و500 كيفاش دايره بالتقريب. هذا الموال جانا من ولاية المدية. تحياتنا للناس المدية من الصغير إلى الكبير. نزيد نذكر المتابعين أنه سعر اليورو والدولار راه يدير تقريبا 2 ملايين و200. شكرا على المشاركة. إذا متابعينا عرض آخر للبيع، اليوم النعجة راهي دخلت وبقوة لسوق الأربعاء لولاية البليدة في ثاني تغطية لأسعار كباش وخرفان العيد لعام 2023. السن هنا راه يقول كاين الخروفة وكاين الرباع وكاين السداس. وخروفة زوج خرفان وخروفة. قل لي يا أخي الكريم كاع راهم والدين هنايا. هنا كاين اللي راهي والده وكاين اللي راهي راح تولد قربت على الولاده تاعها.
عندها ثلاثة زوج خرفان وخروفة. هذه الله يبارك. هذيك قال لكم عندها، هذه اللي جات لهنايا عندها ثلث خرفان. عندها ثلاثة. زوج خرفان وخروفة. عندها خروفة وزوج خرفان ذكورة الله يبارك. هذه عندها خروفة السعية الأولى تاعها. هذه ثاني أول ميلاد تاعها عندها خروفة. قل لي أخي الكريم شحال مسومينك هنا بالتقريب؟ هذيك راه معطيين 11 ونص. هذه عندها خروفة راه معطيين 46 ونص. دقيقة، السعر هنايا راه 11 ونص، كاين اللي يسوموا 11 ونص، وكاين اللي عطاولو 46 و 87 وكاين اللي 87 55 وكاين اللي 55 100 و 38 و 100. وهاد السلعة جاتنا من ولاية، واش من الولاية هذه؟ هذه سلعة الجلالية. قال لكم هاد السلعة جلالية. نذكر المشاهدين ومتابعين قناة دنيا تيفي لولاية ولاد جلال، رانا جايين لكم إن شاء الله في أقرب الآجال في تغطية خاصة وحصرية لأسعار الكباش وخرفان العيد لعام 2023. إذا متابعينا عرض آخر للبيع، الكباش هنا راهي تدير بين الثني والرباع في السن، وهذا الكباش جونا من ولاية، واش من المكان هادو أخي الكريم؟ المكان؟ بسكرة. قال لكم هادو نتاع بسكرة، تحيات للناس بسكرة من الشرق إلى الغرب. وزيد نذكر المتابعين توعي في بسكرة ولاد جلال سيدي عقبة، راح نديروا جولة عندكم خلال هذه الفترة إن شاء الله إلا كتب ربي. قل لي اخي الكريم البيع شحال يقول هنا بالتقريب؟ 11. قال لكم البيع 11 المليون. إذا متابعينا تلاقينا مع الأخ فاتح، هذا قال لكم أنا موال تاجر يخدم كلش، راح يعطينا باختصار رأيه في السوق اليوم. كيفاش راه السوق؟ شويه السوق اليوم راه ناقص. أها ماشي كما الأيامات فاتوا. وشنو كيفاش ناقص؟ ما فهمت. البيع راه ناقص، البيع راه ما فيهش. البيع؟ إيه. أها السلعة كاينة. السلعة كاينة والبيع ما كانش. وقال لكم السلعة كاينة والبيع ما كانش. قل لي وشنو توقعاتك للأسعار؟ توقعاتك الاسعار خلال الاسابيع القادمه كيفاش حتكون؟ الاسابيع القادمه ربي يعلم، ما تنجمش تعرف اليوم كيما يقولوا الناس بكري حيين اليوم وقتلني غدوه. نسيبنا؟ اي والله كل نهار وبركته. خويا شكرا على المشاركه. اذا متابعينا تلاقينا مع عمي رابح كما راكم تشوفوا فيه الله يبارك، راهو بالعصا وراه يدور ويتجول هنايا بسوق الاربعاء لولايه البليده. واش راك لاباس؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. قل لي حطني في الصوره الحقيقيه والواقعيه للاسعار تاع اليوم كيفاش راهي؟ الاسعار اليوم راهي هابطه. اها راهي هابطه. شكون اللي راه؟ تاع المليون ونص الكبش. اها شكون اللي راه هابط، النعجه ولا الكبش؟ كابش بالنعجه كاع، النعجه ما تهدرش. وشنو سبب النزول هذا؟ ها؟ سبب الهبوط هذا وشنو؟ سبب الماكله. اها الجفاف. الماكله القرطه 130. اها و 140 البوطه. والعلفة قريب مليون 700 800. قل لي توقعاتك للأسعار في الأسابيع القادمة كيفاش حتكون؟ نعم قلت لك الأسعار في الأيام اللي راهي جاية كيفاش راح تكون؟ شوف نظن بلي كيهبط. كيهبط. قل لي أنت يا تاجر ولا موال بكل صراحة؟ أنا تاجر. تاجر. تاجر وموال شوية شوية مخلط نص نص. من جيتنا المكان؟ من طلحة براقي هنا برك. براقي كاش ما كاش ما سنة كاش ما غرست ولا والو؟ واش نغرس؟ قصدي الحصاد كاش ما حتحصد ولا والو؟ زرع زرع. زرع ما عنديش مكاش. مكاش. كيفاش راك تشوف الزرع تاع المنطقة هذه؟ منطقة مكاش. اها. منطقة جفاف راهي من الغرب حتى للشرق، على كان شوية صحراء ومن غيرها مكاش. لا الجنوب لا الشمال لا الجنوب. ماكله ماكاش كاع جفاف. شكرا على المشاركه يعطيك صحه.
اذا متابعينا رانا مع الاخ محمود راكم تشوفوا فيه السلعه هذه راهو طالب فيها 68 الناس مازال ما ساوموش السوق راه بدا يتحرك الناس راهي بدات تجي بدا ينشط قل لي كيفاش راك تشوف الاسعار اليوم ماهيش باينه ماهيش باينه ماهيش باينه كيفاش ماهيش باينه واش قصدك فهمني مازال ما ضربي مازال قل لي الناس اليوم راهي تساوم باش تساوم ولا تساوم باش تشري ما تقدرش تعرف تقدرش تعرف تقدرش تعرف قل لي وشنو توقعاتك الاسعار كيباش العيد هبطت شويه هبطت شويه هبطت هبطت روح روح وشنو اللي هبط الكبش ولا النعجه 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 الكبش ما هبطش نزل سوما مازال قال لكم مازال خويا شكرا على المشاركه دور شويه دور منها دور عليها